سميتي ايمن 23 سنه دوزيام اني فينونس يوتيوبر كنبيع ليمون في رمضان. مرحبا بكم. المشروع اللي كتشوفوا هو كنبيع الليمون ان شاء الله باش نوقف على رجلي باش انا ندير مستقبلي حتى شي كانه كونسيبت ليكم، في نفس الوقت راه هو اللي خدام به، راه هو اللي مصدر الرزق ديالي حاليا. ونتمنى المشروع يكبر ويولي محل ان شاء الله، علاش لا، ونعاودوا نتجمعوا كل رمضان ونبداو نتجمعوا حياتنا كامله ان شاء الله. الناس ما خاصكش ضروري تبين لي انك راه باغي تخدم، ماشي ترجع لهم بنفس داك الشيء داك العام يشوفوك فيه وما عارفينك، وقفوا معاك الناس وبزاف الناس جاو شراو من عندك، يعني ضروري خاصك انفيستي في الكونتوني ديالك اللي خديت كروسه اللهم بارك كتشوفها هي هي هذه، وزدت ستيكر القراعي ودرت بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء الحمد لله زائد البيت انا والصديق ديالي اللي باقي ما جاش عطل عليا هو جاي دابا. وكل عام خصها تكون شي حله جديده ضروري. جاو عندي بزاف ما نقدرش نذكر الاسماء، نخاف ننسى شي واحد ولا شي حاجه. تحياتي لهم كاملين اللي جاو اللي ما جاوش واللي كانوا غايجيو وطرى لهم شي مشاكل وما جاوش، وهذا الشيء لك. هذا العام جا عندي لاعب كره القدم وفنانة، باقي لنا نهار الثالث نهار الرابع اليوم ولا الثالث باقي ما عرفناش، يقدروا يجيو منا القدام ان شاء الله. كابيطان وفيتامين سي كانت عليه واحد السيد ذاك العام وعجباتني، وفيها كابيطان وفيها فيتامين سي بجوج. صراحة فرحان، مي كاينين بزاف المشاكل فهمتي البلان، ما كنلقى غير الصورة الزوينة، ما كاينين وراء الكواليس بزاف الصور اللي ما تنكونش فرحان، انا كنتعصب، انا كنضارب، انا كنتقاتل، انا كنوض الصباح. المهم هو الناس تكون راسها عامر وضاره راسها وتجي تفاجئ معانا. وتقول لهم عواشر مبروكه، شكرا لكم بزاف على الانرجي البوزيتيف اللي كتعطيوها ليا، سواء حضور ديالكم، سواء ميساجات، سواء كومونتيرات، سواء كل شيء، وبلا بكم راه حنا والو. وكما نتوما كتموت، كما كاش ذاك الفيدباك ديالكم، كتبقى نخرج الزنقه تقول فينا هو الليمون، واش كاين الليمون هذا العام، وهذه وهذه، كما كنت كنسمع هذا الشيء كما تموتيفيش باش ندير هذا الشيء كامل. شكرا لكم بزاف. جيت انا والدري شيري من الرباط، جينا باش ناخذ الليمون مع الطوفو، كنا جالسين رايحين في حومه ما علينا ما بينا، قال لي نطلعوا نطوفو، قلت له مرحبا. صافي جينا ناخذوا من عنده الليمون، صوروا معاه شوفوا شويه ورجعوا بحالنا الرباط. اليوم جيت انا والدري معايا ود رباط، جينا عند طوفو باش ناخذوا ما عنده قرعه الليمون، وكنا زعما كنا غير جالسين وصافي، وقال لي بنا نمشيو عند طوفو حيت عمرنا شفنا فاس وهادي، وقلنا ناخذوا من عنده الليمون نشوفوا هكا ونتصوروا معاه عاد.